مساء الخير على كل مستمعينا في مزيكا وبس. في أول حلقة من برنامجنا كل يوم حكاية، هنتكلم في حاجات كتير، في اللي بنعيشها وفي اللي بنشوفها وفي اللي أول مرة بنسمعها. كل حكاية وليها بطل، وأبطال حكايتنا في كل مكان. ممكن تكون أنت بطل حكاية النهاردة، أو حد غيرك، أو حتى أنا. مش مهم هي حكاية مين، المهم آخر الحكاية وصل لك منها ايه. ومن دلوقتي لمدة ساعة هكون معاكم محمد الحداد. نطلع فاصل ونرجع بعده عشان نسمع اول حكاية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا على مزيكا وبس. في كل يوم حكاية، كل يوم قصة، كل يوم رواية، كل يوم موقف، كل يوم بيمر علينا بتمر في حياتنا قصص وحكايات. تلاقي واحد بيقول للتاني قول لي ايه الحكاية، ايه حكايتك النهاردة، انا مش فاهم الحكاية، الموضوع ده فيه حكاية، فيه إن هي موقف في حياة كل واحد فينا، بنسمعها بنشوفها، ممكن ما تكونش موقفنا، ممكن تكون موقف حد غيرنا. قلنا الكلام ده في المقدمة ومش عايزين نحرق وقت البرنامج في نفس الكلام تاني، هنخش في الموضوع على طول. موقف مثلا في حياتك بتشوفه، تاكسي ماشي، سواء تاكسي جنبه واحدة قاعدة والكراسي اللي ورا فاضية، طب انت دي ايه اللي مركبها جنبه دي؟ ده موقف. موقف تاني، واحد ملتزم متدين بدقن طويلة ومشي جنب جامع، والجامع فيه صلاة جماعة وعدة والراجل ما دخلش يصلي، غريبة دي. طب موقف تالت، واحد ماشي في الشارع شاف واحد تاني السلام عليكم، والتاني ولا كأنه بيتكلم معاه وراح سايبه وماشي ولا حياة اللي ما انتوا نايم. طب ما تيجي نرجع نبص تاني بصورة تانية. طبعا الصورة اللي قدامنا في كل موقف البنت اللي راكبه جنب السواق دي، استغفر الله العظيم، الراجل اللي دخل ما دخلش يصلي في الجماعه ده، مربي دقنه وعامل لنا مسلم ملتزم وبتاع وتفضل، والتاني بيسلم عليه ما بيردش السلام. طيب يا سيدي نبص من الصوره التانيه، الصوره الصح بقى، عشان احنا على طول في الظن، المفروض نحسن الظن في كل المواقف.
الست اللي قاعدة جنب السواق دي مراته، أمه، أخته، بنت عمه، بنت خاله، حد يعني أيا كان. يا أخي أنت مالك؟ ليه ظنيت الظن السيء؟ ليه بنبدر الحاجة الوحشة عن الحاجة الكويسة؟ بلاش نعيب في الناس والعيب فينا، لازم يكون جوانا نضيف، لازم يكون النظرة لينا للناس نظرة أكتر نظافة. المسلم اللي عدى جنب الجامع وكان في صلاة جماعة وما دخلش يصلي، يا عم يمكن صلى في الجامع تاني، يمكن الراجل مثلا على سفر فصلى قصر. في مواقف كتير ما نحكمش باللي بنشوف. طب الراجل اللي ما سلمش على التاني وهو ماشي جنبه سلام عليكم ما ردش السلام، وارد جدا يكون سمعه ضعيف وانت بترمي عليه السلام كان صوتك واطي، كان مشغول، كان بيتكلم في الموبايل، كان مركز في حاجة. لازم نحسن الظن في كل موقفنا في الحياة عشان ما نتعبش. في ناس زمان من السلف قال لك ايه؟ قال لك لو وجدت او رأيت شخص بيتكتر من لحيته، يعني زمان كان علامة الالتزام اللحية، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو شاف ان اللحية بينزل منها بتتقطر او بتنزل نقط من الخمرة، مش هيقول ان هو كان بيشرب خمرة، لا ده هيقول سكبت عليه الخمر، حد راح مؤذي بقى راح رمي عليه ايه؟ خمرة. طيب لو موقف تاني مثلا، واحد برضو ملتزم وطلع فوق جبل عالي وقعد يقول انا ربكم الاعلى انا ربكم الاعلى، هنجري نقول بقى الحق ده الدروش ده اتجنن ده مش عارف مين. قال لك لا ما تسيئش الظن وتقول ان هو كده، لا قول بيقرا القران، قول بيعمل حاجه، يعني ما تقولش ده هو ده خلاص ده خرج وعمل. في معظم الاوقات ما بنشوفش الصوره كامله، بنشوف جزء من الصوره او اللي احنا عايزين نشوفه، يعني نفوسنا هي اللي بتهيئ الصوره اللي احنا شايفينها. لو تخيلنا بقى الصوره ايجابيه هنشوفها ايجابيه. في ناس كتير بنقابلها في حياتنا بتسأله تقول له تعرف فلان الفلاني ده، يقول لك اه عارفه بس ما بحبوش. ما بتحبوش ليه؟ شكله كده مش طب احنا بنحكم على الناس بالمظاهر، بالشكل، لبسه شكله حلو يبقى هو كويس. ده معظم الناس اللي تبقى شريره جدا بيبقى شكلهم حلو جدا، يعني مش شرط الحلاوه او الوحاشه، دي خلقه ربنا. تعامل معاه، شوف شفت منه ايه، شفت منه حاجه كويسه يبقى الراجل ده كويس، لقيت منه حاجه وحشه يبقى الراجل ده مش وحش. دايما لازم نحسن الظن بالناس حتى وان شككنا، حتى لو كان فينا الشك، حتى ما نحكمش على الناس ايه بالغلط. ولازم نخلق للناس اعذار، مش عذر ولا اتنين، 70 80 ألف عذر. واحد اداك ميعاد يا اخي وما جاش، يبقى خلاص هو قاصد ان هو ما يجيش، مش عايز يشوفك، لا تعب، عنده موقف، عنده، التمس 100 عذر للبني ادم، ما تخليش على طول في سوء ظن في الانسان. كن رحيما اتجاه الناس وسيكون قلبك اكثر ارتياحا. هنطلع فاصل وهنرجع عشان في مواقف كتير جدا الناس بتسيء الظن فيها، لكن الحقيقه بتكون غير. يا رب ما كنتش طولت عليكم، استنونا هنروح الفاصل ونرجع تاني. السلام عليكم. رجعت الزكاة I'm
افتكر فيه ضل افتكر فيه رجعي بالشكوي. رجعت الشتوية ضل افتكر فيه ضل افتكر فيه رجعت الشتوية. رجعت الشتوية ضل افتكر فيه ضل افتكر فيه رجعت الشتوية رجعت الشتوية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل الغنائي، ورب تكونوا استمتعتم بيه. انا عن نفسي استمتعت بيه جدا. هحكي لكم موقف برضو، كان في واحد زميل ليا كان حكاهولي، معرفش بقى اذا كان هو عمله او حد يعرفه، مش متذكر قوي، بس هي قصه لطيفه يعني. بيقول ان هو من القاهره ودخل عربيه المترو بالليل، وكان الغريب ان كان فيها حوالي 15 فرد او اقل يعني، وكان العدد مش كبير. والغريب ان هم كلهم كانوا قاعدين ساكتين، يعني ناس تقريبا اخر اليوم بقى جاي كله همدان تعبان بقى عايز يروح البيت، عايزين نخلص، يوم كان طويل. وبيقولوا وصلنا محطه المعادي وباب المترو اتفتح ودخل الراجل ومعاه 4 عيال. اكبر واحد في الاطفال اللي دخلوا دول عنده 10 سنين تقريبا. مجرد ما دخلوا العربيه بتاعت المترو حال العربيه اتغير طبعا. الراجل قاعد جنبي وما بيتكلمش خالص، والعيال انتشروا في العربيه زي المجانين بقى، عمالين ينكفوا بقى، يضحكوا ويصوتوا ويطلعوا عيين الناس اللي موجودين كلهم. وموقف ابوهم بقى، هو باصص على ابوهم قاعد ساكت ما بينطقش. يا عم ربنا يا عم المياه، مفيش عيد مفيش يتلموا، يراعي حتى ان الناس تعبانه وساكتين مش قادرين حتى يتكلموا من التعب. لكن اللي مش طبيعي بقى ان دوشه العيال عماله تزيد، وانا خلاص بقى مش يعني، هو بيقول انا خلاص مش قادر، هتجنن بقى. سبته شويه 10 دقايق، وبعدين ايه ميلت عليه كده قلت له مساء الخير، فرد بصوت واضح قال له مساء النور. قال له يا باشا الاولاد بهدلوا الناس، ناديهم هاتهم جنبك خليهم جنبك كده قعدهم عشان خاطر الناس تعبانه. راح الراجل بصص له كده وعينيه فيها دموع، قال له
اه والله صح عندك حق، معلش انا اسف، اصل والدتهم لسه متوفيه امبارح وانا رايح اوديهم عند خالتهم ومش مركز معاهم خالص، سامحني يعني احسب علي. فصاحبي بيقول لي يعني انا بصراحه يعني حسيت احساس غريب قوي من بعد ما كنت عايز اديله يعني كنت مش طايقه ومخنوق منه، لقيت نفسي زعلان جدا عليه وعلى ولاده قوي وصعب عليا جدا، وقعدت وسيم بقاء لله بس ونزل من المترو وانا فاهم، يعني انا نزلت من المترو وفاهم حاجه تانية خالص، حاجه جديده خالص، مينفعش احكم على تصرفات الناس من وجهه نظر انا بس خالص. وحسب ظروفي وحالتي، يعني ممكن تكون انت حالتك نفسيه تعبان متضايق مش عارف مين، هتحكم على اي موقف ان هو سيء ظالم قهر مش عارف مين. كل واحد فينا وهو بيعمل حاجة بيعملها هو متأثر بظروف وأحاسيس معين ما بيعرفهاش إلا ربنا سبحانه وتعالى، فما ينفعش نحكم على أي حد. الحكم الوحيد اللي ممكن حد يحكم علينا فيه هو ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو أعلم باللي في النفوس وأعلم باللي في الصدور وأعلم بكل حاجة. فده موقف في عربية كان حكاه لي زميلي، بشكره جدا على الموقف الجميل ده بجد، انا برضه استفدت منه كتير واتمنى ان كل الناس اللي بتسمعنا تستفيد منه. عندنا قصه تانية برضه، القصه دي في بلاد كده زمان، قبل ما تطلع العمله او العمله اللي هي الفلوس، كان في تعامل في القرى بالمقايضه، يعني انا عايز حاجه من عند الفران مثلا وانا بعمل جبنه لبن مش عارف مين، اروح اديله مثلا جبنه وبيض وكده هو يديني عيش وفطير كده، كان في مقايضه يعني. المهم فبيقول لك فلاح في قريه في مركز بيبيع الزبده وكده، بيروح لمراته، هم ناس غلابه على قد حالهم يعني وربنا يغني الجميع، فبيعملوا زبده وبيبيعوها. فمراته صنعت الزبده وهي بتعمل الزبده على شكل كور كده، بتزن يعني وزن الكرة دي تقريبا كيلو. فخد الحاجة بتاعته الراجل، خلى مراته عملت الزبدة والجبنة وكده، وخدت الحاجة بتاعته وحطها على البغلة أو الحمار وراح بيها إيه موزة اللي عند البقال، وراح اشترى من عنده سكر وزيت وشاي بالإيه بالحاجات اللي هو خدها يعني، ورجع للقرية تاني. فالبقال قاعد مسك الحاجة ابتدى يرص الزبدة في التلاجة، فجه في باله ايه، ما ناجي كده اوزن الزبدة دي اشوفها قد ايه. فراح مسك الزبدة ووزنها، هوبا لقاها ايه 900 جرام، في 100 جرام، الراجل ده حرام. وزن التانية لقاها 900، وزن التالتة لقاها نفس القصة. قال لك لأ انا الفلاح ده مش هشتري منه تاني، ولما يجي لي انا هبهدله. المهم في الاسبوع التاني جه الفلاح كالمعتاد بيبيع الزبدة للبقال، فاستقبله بقى قال تعالى تعالى لي بقى انت ايه الحرامي اللي بيسرقني يا غشاش، ده انا هبهدلك، ده مش هتعامل معاك تاني خالص، انت يا راجل يا ظالم الزبده اللي انت باعها لي 900 جرام وبتحاسبني على انها كيلو كل مره، انت ايه مفيش ضمير مفيش دم مفيش. راح الفلاح وصله كده وراح موطي راسه كده وزعلان جدا، فبيقول له انت بتسيء الظن بيا ليه؟ يعني حرام عليك ما تسيش فيا الظن. بص يا سيدي انا هقول لك، انت بتقول عليا غشاش وان انا خميتك في 900 جرام ومفروض اديها لك كيلو، احنا ناس فقراء غلابه على باب الله، ما عندناش ميزان ما عندناش مكاييل، الكيلو اللي هو الحديد ده مش عنده، فبيعمل ايه هو بقى؟ فانا باخد كيلو السكر اللي انا باخده منك بقوم حاطه على كفه وبوزن على الناحية التانية ايه الزبدة. طب يعني انا يعني مش عارف اقول ايه صراحة، يعني لا تدينوا كي لا تدانوا، لانكم بالدين التي بها تدينون تدانوا، وبالكيل الذي تكيلون وكيل لكم به. دي جملة كده لطيفة، لقيتها لطيفة فقلت اقولها. يعني انت ما بدينش الناس بحاجة وانت انت اللي فيك العيب وتسيء الظن بالناس، وانت البداية من عندك.
فلازم يا جماعة، لازم الواحد يتقي الله في عمله، يتقي الله في شغله، يتقي الله في تعامله مع الآخر، ما يسيئش الظن بحد، ممكن يكون هو قدم حاجة فده كان رد فعل، وما نحاسبش الناس على موقفها اللي هي اللي بيبقوا ضعافة فيها او هم اقل من ان انت تحكم عليهم في الموقف ده متسرع غضبان. دي كانت تاني قصة معانا او تالت قصة معانا، يا رب تكون عجبتكم. هنطلع فاصل تاني عشان ترتاحوا شوية ونرجع عندنا قصص كتير ما تروحوش في اي حد. هكون معاكم، سلام مؤقت. تتخانقوا لي مع بعض ليه بس؟ استنوا ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم. بص لبكرة تتحل مشاكلك في ثانية، زي ما قالوا اضحك تضحك الدنيا. ضحكة واحد مكسوف معزوم على الفطار، ضحكة واحد لرئيسه بس اضطراب. ضحكة صفرة على نكتة كانت بايخة، ضحكة بنت حلوة من حب دايخة. ضحكة لو خبطت العربية سقطت في الكلية نسيت الهدية. ضحكة لما تبص في تليفونك ويحمر لونك قال ايه مخبية. ضحكة من قلبها تعني مش ممكن هتنسي قبلك في الدنيا. بتقرب مفيش كوكب طارق.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. يا رب تكون الناس استمتعت بالاغنيه الجميله وبالحلقه من بدايتها. هنستنى في اخر حلقه، عايزين كل الناس اللي بتسمعنا تقول رايها في الحلقه ايه، وايه المواضيع اللي ممكن نناقشها مع بعض. اتكلمنا من شويه في سوء الظن وازاي الناس لازم تشوف اي حد بصوره كامله، وان لازم الناس تحتك ببعض، لازم تعرف الناس كويس عشان تحكم عليها. وان الجزء التاني هنحكيه دلوقتي، دي حاجه يعني هي مش قصه، بس ممكن نقول حكمه، ان محاوله اي حد ان هو يرضي الناس كلها ده شيء في حد ذاته غلط، لان هو الوحيد اللي هيكون خسران في الاخر. القصة بتقول كان في راجل في خريف العمر، يعني في الثلاثينات كده في الاربعينات، عنده زوجتين، متجوز اتنين، واحدة مسنة والتانية شابة، والاتنين بيحبوه جدا، وكل واحدة بتتمنى انها ترضيه وتحبه اكتر. فابتدى الراجل يكبر في السن شوية، وساعات بيطلع في الشعر كده شعر ابيض، فابتدى الشعر بيزيد في دماغ الراجل الابيض. فطبعا الزوجة الشابة مش عايزة جوزها يبان عجوز، فابتدت تشيل له ايه وهي بتلعب في شعره كده حبيبي، وفي وقت الرومانس ابتدت تشيل له الشعر الابيض من راسه. كل يوم اعتدت بقى تعمل الحركة دي كل يوم. طبعا هو متقبل الموضوع وبصوت بقى مراتي بتشيل الشعر الابيض اللي في راسي عشان تخليني صغير وجميل كده ولسه صغير في السن. طب الزوجه المسنه بقى اللي هي اكبر كبيره عن الزوجه التانية ما عجبهاش الكلام، لا هي عايزاه ايه، عايزاه يفضل كبير، يعني الشعر الابيض ده وقار وحاجه لطيفه وكده. فابتدت تعمل ايه بقى، ابتدت تشيل كل يوم وهي برضو بتلعب في شعر جوزها كده حبيبي روحي، تشيل الشعر الايه الاسود، واحده بتشيل الشعر الابيض والتانيه بتشيل الشعر الاسود. في المقابل طبعا سرعان ما ايه ما الراجل دوت لقى نفسه اصلع، وطبعا هو اللي خسران الوحيد، لان اللي بيحاول يرضي الجميع بيخسر، والخساره بتكون نفسه. ان احنا نخسر يا جماعه اي حد في الدنيا طبعا ده شيء صعب، بس ممكن نعوضه. اللي بيفقد انسان عزيز عليه بيتألم، بس مع الوقت بينسى. لكن شعور البني ادم ان هو خسر نفسه صعب التعويض، الموضوع بيبقى صعب ومستحيل. فانت ايا كان محاولاتك في الحياة حاول ترضي الناس بس قدر المستطاع، ما تقدمش اي تنازل. هنخش في قصة تانية على طول برضو عجبتني جدا كنت قريتها. بيقول ان في يقال ان ملكا امر بتربية 10 كلاب، ملك من الملوك القدام امر بتربية 10 كلاب وحشية لكي يرمى كل وزير مخطئ في الكلاب، فتنهش الكلاب ايه لحمه وتاكله بشراهة. ففي يوم من الايام قالوا الملك طلب من الوزير، اداله امر ان هو يعمله، فالوزير غلط. فلما غلط ما عجبوش الملك الكلام، قال لك ارموه ايه للكلاب. فالوزير بص للملك كده باستغراب، فبيقول له انا خدمتك 10 سنين وبتعمل فيا كده، انا ليا رجاء بس عندك، امهلني 10 ايام قبل تنفيذ الحكم وبعد انفذ حكم. فالملك بص له كان قال له ايه، قال له لك هذا ماشي، انا هسيبك 10 ايام يا سيدي، برضه هي امنيه من امنيك دي، انا هو طلعت كويس وهسيبك 10 ايام. فراح الوزير لحارس الكلاب قال له انا عايزك تخدمني خدمه، يعني انا عايزك تسيبني اخدم الكلاب الوحشيه اللي هو الملك جابها 10 ايام بس. فالحارس بص الوزير فبيقول له هتستفيد ايه، قال له هقول لك الاستفاده في بعدين يعني مش دلوقتي. فقال له ماشي لك هذا. فجي الوزير ابتدى يعتني بالكلاب،
ياكلها ويحميها ويوفر لها جميع سبل الترفيه والراحه، يفسحها، يغير لهم الميه. بعد مرور 10 ايام جه تنفيذ الحكم بالوزير، وهو رميه في ايه؟ في السجن مع الكلاب. والملك بقى جاب الوزير وابتدوا يرموه في السجن مع الكلاب. فاستغرب الملك جدا من اللي شافه بقى. شاف ايه؟ شاف الكلاب بتجري على الوزير وعماله بتنبح عليه وفرحانه جدا ان هو معاه وبتمرمغ نفسها تحت رجليها، وفي نوع من الالفه يعني انا جايب كلاب وحشيه عشان خاطر اللي يخالفني تاكله. فالملك بص الوزير بيقول له ماذا فعلت في الكلاب؟ فقال له الوزير خدمت هذه الكلاب 10 ايام فلم تنسى الكلاب، وانت خدمتك 10 سنوات فنسيت كل ذلك. فطأطأ الملك رأسه وأمر بالعفو عنه. إهداء مني لكل الناس، كل الناس اللي بتسمعنا، ما تنكرش العشرة أو موقف عابر، ما تمحيش ماضيك الجميل مقابل موقف لم يعجبك حتى الآن. يعني أنت لو في موقف عجبك ما تنساش القديم، شوف مواقف الناس معاك، أعز الناس وأحلى الذكريات. كل حاجة في حياتنا أو المواقف الجميلة ياريت نستحضرها لما نيجي نحكم على حد بالغلط أو في مشكلة. مش دي نهاية الحكاية، مش دي نهاية العالم. وياريت ما نتصيدش لبعض الأخطاء، ما نستناش من بعض المشاكل. لما تحصل أي مشكلة نلتمس لبعضنا 100,000 عذر، نقول في موقف مضايق وفي حاجة. افتكر الحلو على طول، حتى أي حد، صديقك، أخوك، أختك، أمك، زوجتك، افتكر الحلو على طول عشان خاطر ما تندمش وتاخد قرار تندم عليه بعد كده. الحياة دورة، في دورة اسمها دورة الحياة. الطيور بتاكل النمل، والنمل لما يموت النمل التاني بياكله. الظروف بتتغير لكن ما تقللش من شأن حد. الظروف بتتغير ما تقللش من شأن حد. في ناس بتمدح حيوانات في الحياة زي الديب ما هو خطر عليهم، وبيحتكروا الكلاب رغم ان هي بتحرسهم. يعني تلاقي الناس بتشتم بعض، يقول انت كلب، انت حمار، مع ان الحيوانات دي اصيلة جدا. لما تلاقي واحد ذكي ولا حاجة لك انت داهية، انت تعلم، انت ديب، مع ان دي حيوانات يعني غدارة وملهاش امان. في ناس كتير بتحتقر الانسان المحترم واللي بيخدمه واللي بيهينه، وبتقدر قصدي اللي بيهينه اكتر من اللي بيحترمه. ودي ناس ضعيفة النفوس، لان في مثل او حكمة بتقول ولئن اكرمت الكريم ملكته ولئن اكرمت اللئيم تمرد. فانت معاملتك مع الناس، اسلوبك في الحياة، دروس بنتعلمها ينأثر في المجتمع بحاجة ايجابية، ينفضل محلك سر كده مفيش اي تقدم. فلازم يبقى في نوع من انواع الاصالة او الاعتراف بالجميل او احترام المواقف، وما نتصيدش لبعض الاخطاء. هنطلع فاصل عشان نرجع باخر حكاية او اخر مواضيع معانا النهاردة في حلقتنا. استنونا، هنروح فاصل ونرجع تاني بسرعة. اوعى تروحوا في اي حد.
فاكر يا حبيبي صعب انسى احلى قصه وعمري غالي انت اسمتي ونصيبي هو انت غبتني يوم عن بالي لسه فاكر يا حبيبي صعب انسى احلى قصه وعمري غالي انت اسمتي ونصيبي هو انت غبتني يوم عن بالي تغيب تغيب شهور غريب يحس بك قبل ما تعود قلقك تعود احلى الوجود اسهر وادوب عليك يسود بحلم بيوم قربك يدوب انا ليه بليل الهوى موعود لا ولا بعد تاني عني لا لا ولا بالحنين عمري اتملا لا ولا قلبي حبك عالملا لا ولا ولا حبك على الملان ورجعنا لكم تاني في مزيكا وبس واخر فصل معانا في برنامجنا كل يوم حكايه. هنخش في الموضوع على طول عشان خاطر معانا حكايتين والحكايتين احلى من بعض. اول حكايه بتقول يا سيدي ايه هو الحكمه منها؟ بتقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه خير لكم. ان عطبت احدى السفن يعني انحرفت عن مسارها وتعطلت. سفينه ماشيه في البحر تعطلت من كتر الحمل والمتاع اللي عليها فأصبحت مهددة بالغرق. فاقترح ربانها أن يتم رمي بعض المتاع والبضاعة في البحر ليخفف الحمل عن السفينة وتنجو. فاجمعوا أن يتم رمي كامل بضاعة إحدى التجار لأنها كثيرة. جم التجار اللي على السفينة قال لك إحنا إيه
احنا تقال بقى كبار وكده وبتاع، هو بس واحد اللي هنرمي بضاعته من على السفينة. فاعترض التاجر، قال يعني انا ليه حاجتي انا تترمي بس بضاعتي انا هيتخرب بيتي، احنا نقسم البضاعة بتاعتي او وزنها على الناس كلها ونرمي ايه البضاعة، فالخسارة تتقسم على كل التجار مش عليا انا بس. فصار عليه التجار الباقيين قالوا لا ايه انت تاجر جديد واحنا هنستضعفك، واتأمروا عليه وراحوا رامينه هو كمان ايه وبضاعته في البحر، وكملوا طريق سفرهم. فأخذت الأمواج بقى تتلاعب بالتاجر وهو موقن بالغرق وخائف حتى أغمى عليه. وعندما أفاق وجد أن الأمواج ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة. بعد ما الأمواج اتلعبت بالراجل أغمى عليه، صحي لقى نفسه على جزيرة. ما كاد التاجر يفيق حتى أغمى عليه والتقط أنفاسه، قام مقدرش يصرف طوله، وقع ونزل على ركبته وطلب من ربنا العون، يا رب يا رب انا بسألك المساعدة، بسألك انك تنقذني من الوضع الأليم اللي انا ايه عايش فيه. مرت ايام وابتدى التاجر يعني يتعايش على الجزيرة بانه يصطاد بقى الارانب، بيجيب الفاكهة، يجيب المية من مكان فيه مية جنبه كده، ابتدى يعني ايه يتعايش. هيعمل ايه ما هو قاعد في الجزيرة؟ وبنى كوخ صغير كده من الخشب، طبعا هو يعني على قده شوية، فعمل حاجة كده بسيطة من أعواد خشب كده خفيفة تحميه شوية من البرد والليل والحر المهم في يوم من الأيام كان التاجر ده بيطبخ بقى أرنب من اللي هو اصطادهم دول، وجات ريح قوية جدا وراحت ايه شالت حبة من النار اللي هو عاملهم عشان خاطر الأرنب، مسكت في الكوخ اللي هو عامله، راح ايه مولع الكوخ، يطف في الكوخ يطف فيه مفيش فايدة، لغاية ما ايه التهمت النار كل الكوخ اللي كان عايش فيه التاجر. هنا التاجر بقى يئس خالص، قال له ده هي كده ايه مقفرة خالص، وابتدى بقى يشتكي ربنا، يقول له يعني بيعترض بقى على مشيئة ربنا، ليه يا رب اشمعنى انا رمتني في البحر ظلم وخسرت بضاعتي، ودلوقتي الكوخ اللي قويني كمان بيولع وما فضلش حاجة في الدنيا أبدا، وأنا غريب في الدنيا وفي المكان. وقعد يحزن ويندب حظه ويشتكي لربنا. نام التاجر اليوم دوت من كتر الحزن والألم، مات من شدة الجوع. لكن في الصبح صحي من النوم فلقى مفاجأة غريبة جدا، لقى إن في سفينة بتقرب من الجزيرة ونزل منها قارب صغير لإنقاذه. يا سبحان الله، لسه قبل ما ينام عمال بيندب حظه، طب ايه اللي حصل بس؟ عندما صعد التاجر على فسح السفينه لم يصدق عقله من شده الفرح، وساله انتوا وجدتوني، كيف وجدتوني؟ فكانت الاجابه ايه، لقد راينا دخانا فعرفنا ان شخصا ما يطلب النجدة لانقاذ، فجئنا لنرى هذا الشخص. فابتدى الراجل يعني يضرب كف على كف يقول سبحان الله، يعني انا كنت معترض على مشيئه ربنا كده، والنار اللي اتطفت دي او الكوخ اللي ولع وطلع دخان ده هو اللي خلى السفينه تجيلي لغايه عندي. المهم فسالهم طب انا دي قصتي حصل معايا كذا، وقال لهم القصه بتاعته. طب السفينه بتاع اللي كنت انا فيها ايه اللي حصل؟ قال له ده انت ايه التجار اللي كانوا في السفينه سفينتهم ما وصلتش بيهم وغرقت بيهم وكل اللي عليها ماتوا، لان طلع عليهم كمان قراصنة وسرقوا الحاجة وسلبوا اللي فيها وقتلوا التجار وغرقوا السفينة بالبضاعة ايه المتبقى. فسجد ربنا وقعد يبكي ويحمد ربنا على امره كله، فسبحان الحكيم اللي نجاه من القتل واختار له الخير. يعني ربنا بيدبر لنا امورنا، وايا كان ايا كان بنتعرض لمواقف في حياتنا مؤلمه، بنحس ان نهايه الدنيا، لا دي مش نهايه الدنيا، لا دي بدايه حياه، واكيد ربنا اي حاجه بيعملها فينا خير. لازم نثق في ربنا، لان اي حاجه ربنا بيعملها ليه حكمه فيها، ولازم نحسن الظن
لأن حتى لو احترق الكوخ بتاع كل بني آدم فينا، فلازم نعرف إن ربنا هو اللي بيدبر شؤوننا، وإننا مسيرين في الأمور دي مش مخيرة. آخر حكاية معانا هي عنوان الحكاية حكمة قاضي. في أمير من الأمراء سمع عن قاضي حاكم عادل، فأراد إن يروح يشوف بنفسه ويتحقق من صحة الكلام اللي بيتقال عليه، وإن القاضي ده عادل بجد، وإن مفيش حد بيقدر كمان من المحتلين إنه يخدعه. فتنكر الأمير في زي تاجر وركب حصانه وراح على المدينة. فهو داخل على بداية المدينة لقى راجل كسيح يلتمس صدقة لله، أعطيني مما أعطاك الله، وماسك في الايه في الرداء بتاعه اللي هو لابسه الملك أو الأمير. فالتفله كده وراح مديله ايه صدقة. المهم جه يمشي بالحصان بتاعه بعد ما اداله الصدقة، فالكسيح ايه مسك فيه، فبيقول له انا اديتك صدقة انت عايز ايه؟ فقال له اعمل فيا معروف وخدني ايه مساحة المدينة عشان انا مش قادر امشي انا كسيح. فقال له طب تعال ركبه على الحصان معاه خلفه يعني وراه، وابتدوا يمشوا ايه لغاية ساحة المدينة. وصلوا عند الساحة، انزل يا عم الحاج. مانيش نازل يا عم، انزل من الحصان بتاعي. فقال له حصان بتاعك ايه ده؟ ده انت راكب على الحصان بتاعي. فاستغرب الامير اللي متنكر في شخصية التاجر، ايه اللي بيحصل ده؟ المهم في خناقة بقى، انزل من الحصان بتاعي، لا ده الحصان بتاعي. فحصلت خناقة، فاتجمعوا الناس حواليهم واقتروا عليهم الذهاب بإيه؟ طرحوا عليهم الذهاب للقاضي. راحوا الاتنين للقاضي، وكان الناس مجتمعين في المحكمة، وكان في موقف في المحكمة إن في خصمين، فالحاجب بينادي على الخصمين حسب الدور يعني. فكان في قبليهم مشكلتين، فاستدعى القاضي نجارا وسمانا، تاجر واحد بيبيع السمنة. كانوا الاتنين بيتنازعوا على ايه؟ عن نقود بين النجار، لان ده خد فلوس من ده وده خد فلوس من ده. فالنجار بيقول القاضي اشتريت من هذا السمان سمنا، وعندما اخرجت مخفصتي لاعطيه النقود تمن الحاجة، راح خاطف من المحفظة من ايدي محاولة انتزاع النقود، وهكذا جئنا اليك وايده على محفظتي. يعني هو خد المحفظة من ايدي وانا طالع اديه فلوس. السمان قال له يا سيادة القاضي الراجل ده كذاب، النجار لما جاي يشتري مني السمنة بعد ما مليت له ابريق كامل طلب مني اني افك له قطعة الذهب اللي اداني، فاخرجت المحفظة ووضعتها على الطاولة، فاخذها واراد الهرب فامسكت بين يده وجيت بك اليه. ادي دلوقتي عندنا روايتين. الرواية الاولانية ان الراجل كان معاه المحفظة اللي هو النجار بيدي الفلوس للسمان، السمان راح ماسك المحفظة. التاني نفس القصة، بيطلع اداله حتة قطعة الذهب ما يفكها له، بيطلع محفظته وراح التاني مسك المحفظة. فسكت القاضي وبص شوية كده وقال ايه اتركوا النقود هنا واحضرها غدا، سيبوا لي الفلوس بتاعتكم هنا وتعالوا بكرة ايه وانا هتكلم في الموضوع بتاع كله الخصام اللي بابيكم ده الحلو. المهم جه التاجر، هم عليهم الدور بعد كده الحاجب نادى على التاجر، قال لك التاجر والكسيح دخل الاتنين. التاجر حكى حكايته ثم اشار للقاضي ايه للكسيح يحكي حكايته، فالاتنين حكوا الحكايتين. فالكسيح بيقول هذا كذب كله، كنت ممتطيا جوادي في ساحة المدينة، اما هو فكان جالس على الارض فطلب مني ان احمله، فسمحت له بركوب الجواد ونقلته إلى المكان الذي يرغب، ولكنه لم يرد النزول وادعى ملكيته للجواد. فكر القاضي ثم قال اترك الجواد عندي واحضر غدا في اليوم التالي. راحوا التاجر والكسيح
ورجعوا تاني يوم للقاضي. فدخلوا على القاضي النجار ومعاه السمان، فراح قايل للنجار النقود ملكك، ثم أشار السمان وقال له أما هذا فاضربوه بالعصا 50 مرة. ثم استدعى الحاجب التاجر والكسيح، فالقاضي بيسأل التاجر بيقول له هل تستطيع معرفة جوادك؟ فقال له نعم، وقال لي الكسيح وأنت؟ قال له أيوة سعادة القاضي أعرف. فخد الاتنين على الاسطبل فشاور على في التاجر فقال له ايه تعرف تطلع حصانك من وسط دول من العشرين اللي موجودين؟ قال له اه طبعا اعرف اطلع. والكسيح قال اه اعرف اطلع. المهم راح ايه ساب الاتنين في المكان اللي فيه في الاسطبل وقال لهم روحوا ايه انتوا الاتنين على الجواد. فراحوا على الجواد. المهم فرح القاضي بعد كده راح قال لهم تعالوا، وراح شاور للتاجر قال له ايه اللي هو الامير، قال له خد جوادك فهو لك، اما الكسيح فضربوه بالعصا 50 مرة. انتهت المحاكمة ورجع القاضي لبيته. فالتاجر اللي هو الامير المتمكن في شخصية التاجر مشي وراه لغاية بيته، فالتفت القاضي اليه وسأله ما الذي تريده؟ انت عايز مني ايه؟ اما انك غير راضي عن قراري، اما انت مش راضي عن الحكم بتاعي. فالتاجر قال له لا انا راضي لكن عايز اعرف الفضول بس، انت عرفت ازاي ان الفلوس ملك النجار مش ملك السماء، وان الحصان بتاعي مش بتاعي كسيح؟ فقال له القاضي اما امر النجار والسمان فقد وضعت النقود في قدح من الماء. جاب ابريق ماء كده وحط فيه الفلوس، زمان كانت الفلوس عملة زي الجنيهات بتاعتنا كده عملة، وسابها في المية لغاية تاني يوم الصبح لارى اذا كانت السمنة طافين على السطح، يعني لو الفلوس دي بتاعت السمان هيلاقي ايه مطرح ما بياخد الفلوس ايه دي في سمنة، اللي كان لسه بيصب السمنة في القدح للنجار. فلو كانت القدح عائدة يعني فوق السطح المية فيه سمنة كانت ملوثة بإيد إيه السمان، يبقى الفلوس بتاعته. أما معرفة بقى الجواد بتاعك ده موضوع معرفة الجواد بتاعك، فأنا إيه لما شاورت ليه كنتوا الاتنين تروح للحصان، لما قربتوا انتوا الاتنين من الحصان وجيت انت تمد إيدك عليه فالحصان ابتدى يتقبل، التف براسه ليك كده وان هو ايه عارفك، لكن لما جه الكسيح يمد ايده عليه راح رافع إيه ودانه مستنكر، يعني ما في نفور من ناحيته، فكده عرف ان هو صاحب ايه الجواب. فقال التاجر انا لست تاجرا بل انا امير البلاد، جئت الى هنا لاعرف حقيقة ما يقال عنك، وها انا ارى الان انك قاضي حكيم فاطلب مني ما شئت لمكافئك به. فقال القاضي شكرا لك يا أيها الأمير، فأنا لا أحتاج مكافأة على أداء عملي بصدق وإخلاص. الحكمة هنا من القصة طبعا ذكاء القاضي ده شيء مفروغ منه، بس إن الواحد يتقي الله في عمله، وإن عملك لو كويس وبتتقنه هيجيب أي حد من الدنيا يشوف شغلك يشوف عملك، وان رقيبك في حياتك هو او الترمومتر بتاعك رضا ربنا في عملك، فانت لازم تتقي الله في شغلك وتعمل عملك بصدق واخلاص، ما تنتظرش اجر الا من الله سبحانه وتعالى. دي كانت اخر قصة معانا، ورب تكون القصة دي عجبتكم. وفي اخر الحلقة هتكون المسابقة بتاعتنا، المسابقة هتبقى موسيقى هتشتغل، المطلوب من الناس اللي بيسمع الموسيقى بتاعتنا انها طبعا تستمتع بالموسيقى دي قبل اي حاجة،
تاني حاجة اللي هي تخش على صفحة الراديو اللي هي بتاعت مزيكا وبس، هنكتب على فيسبوك مزيكا وبس تلاقي صفحة الراديو، هتحط المسابقة بتاعت الحلقة اللي هي الموسيقى بتاعت اللي هننزلها دلوقتي، تقولوا لنا الموسيقى دي بتاعت برنامج ايه او مسلسل ايه او فيلم ايه. ودي كانت نهاية حلقتنا، يا رب نكون وقدرنا نوصل لكم حاجة كويسة. نشكر كل الناس اللي ساعدتنا نقدم البرنامج، نشكر فريق الإعداد أستاذ أحمد علي. أترككم في رعاية الله، استنونا كل يوم اثنين الساعة 8 مساء، وكل يوم حكاية. أكون معكم إن شاء الله محمد الحداد.